خطة حمراء بيعت اللوحة. هكذا يودع يونس أحدى لوحاته ليطوي معها صفحة حملت الكثير من الألم والإبداع، ويفتح صفحة في عالم الفن التشكيلي من خلال معرضه الذي أتى بعد قصة عشق مع الريشة والألوان. صوبت بالمليحة ب4/4/2014 رقم ذهبي. بلشت رسم يعني بعد ما طلعت من المشفى تقريباً ب8 شهور. هي كانت فترة قعدة طويلة، ما في شيء أعمله غير إنه الرسم هو اللي ساعدني، يعني مثل خلق لي توازن نفسي بين الوضع اللي كنا عم نعيشه بالبلد بشكل عام وبين نفسيتي أنا، فهو كان مثل مهرب لإلي. تدريب ذاتي وخبرات لم تأتي من إقامة الدورات والخضوع لتعليم أكاديمي، وإنما بفضل دعم الأصدقاء والجهد الشخصي. يعني أنا دائماً رفقاتي كانوا معي بفترة الإصابة، ما حدا قصر، حتى هن كانوا يروحوا يجيبوا لي الأغراض وهيك، أو أنا وصيهم بما أنه ما فيني دائماً روح وإجي. أيوة يعني هن أكيد مو كلهم عندهم خبرة فنية، بس عن نظر يعني الواحد بيشوف إنه شو بيعجبه. وأنا كمان أكثر كنت يعني اهتم، يعني مثلا اجيب كتب الفنون اقعد اقرا فيها اتعلم منها، كتب جامعة دمشق. يعني ما بين الفن الواقعي والتعبيري تنوعت اعماله، واستطاعت ان تترك اثرا ايجابيا في نفوس الزائرين. يونس مقدم عمل فني حقيقي، اضافه الى ذلك يتميز بجديه تعامله مع اللون والخط واللوحة بشكل عام ومع الفن. يعني الآن في كتير شباب يعملوا لوحة وبيحاولوا يعملوا فن، لكن ليسوا بجدية هذا الشاب الحقيقة. لم تستطع الحرب أن تسرق الشاب يونس السيد حياته أو موهبته، فواجهها جندياً على الجبهات وفناناً في ميادين الفنون. أنا شفت على فكرة ناس مصابين من قبل، بالنسبة لهم الحياة خلص وقفت عند مرحلة معينة وبعديها خلص ما عاد في حياة. أنا بصراحة ما بعرف إذا بدي سميها رسالة إنه أقول إنه لا، الحياة ما بتوقف، يعني إسا في شيء دائما ممكن نقدمه، إسا في شيء دائما فينا نعمله. قصة إصرار وتصميم يخطها شاب سوري بريشته وألوانه ليرسم معها أمل وطن بأبناء لا يهزمون. ميسان حمدان، الإخبارية السورية، دمشق.